بعد معاناة دامت أكثر من 24 سنة مع هذه المساكن الهشة، سكان حي مرقب يتنفسون السعداء ويودعون بيوتهم القديمة التي هدمت نحو مساكن لائقة بحي فغيلية. كنا في غبينة وكنا في عهنة القطرة الصب الغرسة، واليوم الحمد لله هذا وين عرفت روحي باللي هذا وين العام اللي زدت فيه ان شاء الله ان شاء الله. وليدي والله يخليكم. حاليا مانيش مأمن كما نقولوا الانسان ميزيريه كبيره، ما يقدرش مهما نوصفها لك ما نقدرش نوصفها لك، والحمد لله ربي كتب لنا سكنه. عام جديد كانت بدايته خيرا على هؤلاء المواطنين الذين استحسنوا التنظيم المحكم للعمليه، وبرنامج توزيع السكنات في ولايه عندفله يحمل الكثير. عدد السكنات المزمع توزيعها في الايام القليله القادمه 7000 سكن. اليوم وزعنا 122 سكن تاع سكن الهش، قضينا على حي قصدير يعني من الحقبه تاع سنوات 90. الناس كانت تعيش في ظروف قاسيه، الحمد لله اليوم راهم في ساكننا ساكنات لائقه، والعمل مستمر. الاسبوع القادم ان شاء الله سوف ثاني نرحل سكان الحي الهش تاع 164 سكن على مستوى مليانه، والعمل متواصله يعني تقريبا في هذا السنه نوزعوا تقريبا 10000 سكن. فرحة المواطنين بمساكنهم الجديدة قابلها استرجاع لوعاء عقاري هام سيوجه حتما لفائدة المصلحة العامة.